السلام عليكم. السلام. كان الشماني تجربة شابة تأمل فيها الخير، ورسالتي له يشد حيله على دور الأول يرتك على جامد المخ. احنا بنفحص أقصاه ودناه. شلونك عقب قاف الطايف؟ الأمور زينة. الآن نبى من هو أطيب إن شاء الله. الليلة إن شاء الله هالوعد الميدان. إن شاء الله هي. أنا قايل إن أوله فألقى قلت ما عاد مطلوب منها اللي يرتكي على جامد المخ. ولا الرجال كلهم يبونه. جعل عمرك طويل والوعد قد. يبونك عاد النوايا ما يعلم غير الله، لكن يبونك الرجال. احتزم. والوعد قدام. والوعد قدام. يلا نقوم الصفوف وقوفوا. أبد. وينتظرونا وشد حيلك. بسم الله. الليلة القاف يا شعار من بيت بيت الحاضر نطور والماضي نجدد عن فكرتك يا وسيع المعرفة ما رضيت ترى يا عرفك ما عندك نقص في المفردة أثرك زعلان يا زمر وانا ما دريت الراي عند الاب وما هو عند ولده يا ابو سعد والله اني للعرب ما شكيت واللي هذا رايه ابعد عنه لا تنشد نبى نسافرك بكره مع طريق الكويت ونقول حربي روح من بلده في بلده نويت لك شيء والله يعلم اللي نويت لكن حنا نحد الرجل عما قصيده مجلسك يحتاج له تغيير ثاث ومكيت بنحاول نغير لو مرة واحدة بكرة تجي مشكلتكم فول المانشيت واللي يبشر سفر ما بشره بسعادة أنا ربيت بعنا وانت بسعادة ربيت بعض الواليد خده مثل راحت يده أنا أدري إنك على كثر المشاكل ضريت وأنا بعز وما عزه وأشكره وأحمد بسم الله الله أكبر فوق هذا الونيت عدده أصفار والباغ على المقعدة عز الله أنه رماك الله يا اللي رميت الله يا موتر منتهي ما هو بشد بلده أخذت شفي من أحداث الزمن واكتفيت الله الله ما كل برق يشوق العين روح أطرده الواحد اللي أعطاه الله سمعه وصيت تبقى مع الناس لو انه بوسط الحادة طيب طيب مشكورين شكرا جزيلا بحد ذاتها تطبيق الفكرة من بيت واحد هذه اعتبرها إنجاز وثامر اعجبني خدت وعطيت معه وترى الشراسة تنفع المبتدي تقويه
شاعر مكتمل ما فيه كلام. النوع هذا الصنف هذا قليل ما يطلع إلا في كل 10 سنين واحد، لازم ندعم.